تحدث عمر جمال نجم الاسماعيلي السابق عن الازمات المتتاليه التي تواجه نادي الاسماعيلي في الفتره الماضيه خاصه في الدوري المصري حيث مركز متاخر في سلم الترتيب وتمكن فريق الاسماعيلي من تحقيق الفوز اليوم الاثنين على منافسه غزل المحله 7-6 بركلات الترجيح وذلك ضمن فعاليات دور ال16 من كاس الرابطه ونجح الإسماعيلي في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من خلال ركلات الترجيح وقال عمر جمال فوز الإسماعيلي على المحلة اليوم أعتبره معنوي فقط وحقيقة كان في عوامل السنة الماضية كانت جيدة للإسماعيلي وأنا عملت في جهاز الكابتن حمزة الجمل وأول ما تولى المسؤولية دخل فلوس للنادي لكن هذه السنة 90% من اللاعبين مش فايقة مش هما مثلا باهر محمدي ومدبولي مش فايقين وليسوا في مستواهم واضاف وقت لعبي انا كنت اكتر شخص بتكلم على مستحقاتي ولكن اول ما بنزل الملعب بموت نفسي وحقيقة لم تكن المشكلة في المهندس يحيى القومي رئيس النادي السابق ولكن الموضوع اللاعبين وشدد عمر جمال انا مرعوب على الاسماعيلي وكل الفرق بتكسب وهي أمور لا تخدم الفريق ولا يوجد أحد يصرف على النادي مثلما يحدث مثلا في المصري البورسعيدي الذي يقف خلفه دائما رجال الأعمال المعروفين لو معنا نصف ما يقدمه الأستاذ كامل أبو علي للمصري فسنحصل على دوري أبطال أوروبا وحقيقة أحسن ناس تولوا رئاسة النادي هم العثمانيين الإسماعيلي للأسف فيه غلطات وكله عايز ياخد اللقطة. حتى كنز قطاع الناشئين لم يعودوا موجودين في النادي واختتم الاسماعيلي في خطر حقيقي هذا الموسم ومعرض للهبوط بشده